إذن تعرفنا معكم مشاهدينا الكرام على مي الشخصية الافتراضية التي تساعد كل زوار منتدى الإعلام العربي في هذه الدورة، وتواكب أيضا شعار المنتدى لهذا العام مستقبل الإعلام العربي. الآن دعونا نتحول معكم مشاهدينا إلى الزميل محمود حمدان مفدنا المتواجد حاليا في منتدى الإعلام العربي، وهذه التغطية ليس محمود حمدان وإنما فيصل الحمادي المتواجد أيضا في المنتدى. بالتأكيد محمود حمدان وفيصل وأيضا الزميل بسام شبكة مراسلين كاملة متواجدة في هذا المنتدى اليوم. فيصل الكلمة معك. لازلنا متواصلين في تغطيتنا لفعاليات منتدى الإعلام العربي وفي أروقته، حيث يسعدني الآن أن ألتقي بسعادة ضرار بلهول عضو المجلس الوطني الاتحادي والمدير التنفيذي لمؤسسة وطن الإمارات. بداية سعادتك، منتدى الإعلام العربي ربما يقدم الكثير من المحاور خلال دورة هذا العام، كيف ترى ذلك وماذا سيضيفه لمستقبل الإعلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شاكر لكم تحت الفرصة. أنا أعتقد يمكن جزء مهم في هذا المنتدى موضوع الذكاء الاصطناعي، ووجود مع الوزير وجود عدد كبير من المعنيين في هذا الموضوع، لأن هناك فيه نوع من اللغط في هذا الموضوع، وأعتقد هو في أمس الحاجة لتصحيح هذه المفاهيم اللي أنا أعتقد أنه أنا الأوان لتصحيحها، ونحن يجب مواكبة ما يحدث حاليا في العالم، لأن البعض متخوف ومتردد في هالفكرة. ولكن أنا أؤمن بمبدأ أنك أنت إذا تخوفت وترددت عنها الركب بيفوتك، وليس من طبع الإمارات أتأخر عن الركب. أنا أعتقد أن نحن مواكبين هالركب وبنتفوق على العديد من الدول إن شاء الله في المستقبل القادم. ربما الذكاء الاصطناعي محور رئيسي وله ثقل في هذه في منتدى هذا العام، ولكن ايضا هناك عديد من المحاور واختصت في الاخبار، الاعلام التقليدي، اعلام التواصل الاجتماعي، الاعلام الجديد، جلسات نقاشيه عديده تتحدث في عديد من المحاور هذه السنه. انا بوجهه نظري ان كيف ستدمج بين الاعلام الجديد والاعلام التقليدي، انا اعتقد هذا محور مهم جدا، لأن الآن أصبح بالتليفون أنت بإمكانك تكون مراسل، أنت تكون مصور، فأصبح الخبر لا يمكن إخفاء الخبر، ولكن كيفية صياغة الخبر بإمكان أي شخص الحين في المنتدى الإعلامي أن يكون هو مراسلا، أن يكون هو صانع محتوى. فأعتقد نحن إذا ركزنا على جزء كبير منه يكون على المحتوى الإعلامي، أعتقد هذا هو أعتقد مهم جدا في ظل خلنا نقول اللغط اللي يحدث في مفهوم المحتوى الإعلامي، في ظل الإساءات التي تحدث في الإعلام بسبب المحتوى الإعلامي. أعتقد المحتوى الإعلامي جزء مهم، وهل المحتوى الإعلامي سيتأثر بالذكاء الاصطناعي أم لا، أعتقد هذا مهم، هناك جزء مهم، وهل نحن بحاجة إلى سن قوانين وتشريعات لمواكبة هذا الشيء، أعتقد هذا الجزء أيضا مهم أيضا في هالشيء. تساؤلات مهمة جدا، سعادة ضراب رهول شكرا جزيلا. شكرا شكرا سعيد. إذن مشاهدينا الكرام، لنا رسائل، لنا عودة في قادم الوقت مع مقابلات أيضا ومداخلات أخرى، أعود لكم زملائي.